الإنسان من يبغي يفطر أو لا عند وجبة الإفطار، أول شيء يجب أن نأخذ بعض الثمرات وقليل من الماء. خصنا نفرق الصوم بالماء وثمرات، هذه كمرحلة أولية. من كنفرق الصوم فكنحاولوا أن الفطور ديالنا يكون مقسم على مراحل، ماشي غادي ناكل الامور كامله او جميع الماكولات الموجوده فوق المائده اننا ناخذها دفعه واحده، فهذا غادي يأثر على الجهاز الهضمي طبعا. فاول شيء يجب علينا ان تكون المائده، تكون نحاول ما امكن انها تكون خاليه من المقليات، اي شيء مقلي في الزيت فيجب علينا تجنبه، لانه غادي يأثر لنا على المعده، غادي يأثر علينا على القولون، غادي يأثر لنا على الجهاز الهضمي بصفة عامة، وكذلك غادي يأثر لنا على المشكل ديال الوزن، فغادي تكون عندنا مشكل ديال السمنة. فالمرحلة ديال الإفطار هي واحد المرحلة اللي هي مهمة جدا، كيخصنا نعرفو كيفاش نتفاعلو معها. فبالنسبة لكيفاش غادي نتعاملو معها، كيف ما قلنا أن الإفطار لازم أنه يكون على مراحل. فالمرحلة الأولى كيف ما قلنا كناخدو التمر وكناخدو الماء، كنمشيو نصليو المغرب أو لا، يعني كنخليو واحد الفترة عاد باش كناخدو الوجبة الثانية. الوجبة الثانية فيجب أن تكون شلاضة، تكون سلاد ديال الخضروات اللي تكون غنية بالألياف كيف ما قلنا، باش ما يتأثرش لنا الجهاز الهضمي، ما تأثرش لنا المعدة، ما يتأثرش القولون، وما نسببوش كذلك في السمنة. فمنين كناخدو الخضروات اللي كتكون طبعا مسلوقة، ما غاداش تكون مقلية، بطاطا مقلية في الزيت أو كذا، فلا بد أن تكون يعني يا إما المسلوق، نركزو على المسلوق وعلى المشوي. فالمقلي غادي نجنبوه في الافطار الا بغينا نحافظوا على الصحه ديالنا. فكناخذوا حساء، ممكن ناخذوا حساء دافئ كذلك اللي كيكون من بعد الثمر ومن بعد الماء، يعني وخلينا واحد الفتره. بالنسبه للخضروات، الطريقه ديال الاكل ديالها خصنا ناكلوها ما ناكلوهاش بسرعه، ناخذوها يعني بشويه بشويه باش الهضم يكون، لان الجسم نهار كامل وعملية الهضم متوقفة، المعدة في حالة راحة، لا عطينا الأكل دفعة واحدة كتبقى ديك الأكل بسرعة، كيعطينا الهضم أو عملية الهضم كتحاول أنها تكون بسرعة، فكتسبب لنا مشكل ديال الغازات، مشكل ديال الانتفاخات، مشكل ديال الثخمة، كيكون عندنا مشكل ديال الضيق في التنفس، كيكون عندنا مشكل ديال الفشل، وما كيخليناش أننا في العشية نصلي التراويح بالليل، أننا نصلي التراويح في الإنسان.